المركبة الجبرية. بص يا سيدي العزيز، يعني ايه مركبة جبرية؟ فاكر لما كنت بتحلله المتجهات والحاجات دي؟ حلو، لما انا مثلا كان يبقى عندي قوة هنا بعشرة، كنت انت بتحللها هنا وهنا، مثلا لو ده محور س والزاوية دي 30 او 60 يعني، مش انت كنت بتحللها هنا؟ سيبك من هنا، مش عايز احللها هنا، كنت بتحللها هنا، ان انت تضرب دي في جتا الزاوية، كنت بتقول مطرح ما تنام والكلام ده، يبقى 10 جتا 60 تبقى كام؟ 5. اللي طلعت دي اسمها مركبة المتجه ده في اتجاه محور ايه؟ س. في مشكلة؟ حلو، لو كان الشكل بتاعنا عامل كده، ده محور س والمتجه عايز احلله عامل كده اهو، مثلا دي ب 10 ودي ب 60، فانا كنت بحلله هنا كده صح، ان انا اقول 10 جتا 60 يعني كام. هنا بقى نقول ان مركبه ده في اتجاه محور س مش 5، نقول سالب 5 لانها عكس الاتجاه الموجب. خلاص، يبقى المركبه ممكن تكون موجبه او حلو. المركبة بتاعت حاجة في اتجاه حاجة تانية، يعني حلل دي في اتجاه ده، حلل دي في اتجاه ده، خليكم معايا يا عيال انتوا. فاللي طلعت هنا دي اسمها مركبة ده في اتجاه محور س. احنا كنا زمان بنحلل في اتجاهات المحاور، انا دلوقتي عايز احلل متجه في اتجاه متجه تاني، في اتجاه مين؟ ثانيا معلش، هو يعني ايه بحلل اصلا؟ يعني انا لما احلل دي هنا، لما احلل ده هنا، يعني انا عملت ايه عشان تبقى فاهم الخمسة اللي طالعة دي تعبر عن ايه؟ يعني انا جيت من اخر نقطة هنا، منين؟ من اخر نقطة هنا، نزلت عمود عالتاني، ماشي كده؟ العمود ده قطع من التاني الحتة، الجزء ده احنا بنروح نجيب طوله، هو ده ناتج التحليل. لو حتى انت جبتها بشغل لشغل مثلث قائم وبتاع، مش الضلع ده مجاور للزاويه 60 او مقابل للزاويه 30، فهيساوي نص الوتر، يعني الحته دي طولها 5 نص ال 10. هو ده معنى التحليل، ان انا باجي من اخر نقطه في الاولاني اللي انا عايز احلله، يعني انزل عمود على الثاني واجيب طول الجزء المقطوع. اللي انا بجيبه ده هو يا المركبه يا سالب المركبه، يعني هنا هو المركبه عشان في اتجاه س، هنا هيبقى سالب المركبه، يعني دي الحته دي طولها ما هياش المركبه، هي طولها سالب المركبه. خلاص، المهم احنا كنا زمان بنحلل في اتجاه محور س، دلوقتي عايزين نحلل المتجه بس في اتجاه متجه اخر. في اتجاه متجه ايه؟ نفترض ان الزاويه ما بينهم سيتا، فانا عشان احلل الف في الاتجاه ده، يعني ايه احلل؟ يعني هاجي من اخر نقطه في الف. بص انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب مركبه مين؟ الف في اتجاه ب. يعني انا عايز اعمل ايه؟ احلل الف على مين؟ على ب. فهاجي من اخر نقطه في الاول، انزل عمود على التاني، اجيب طول الحته دي، لو في اتجاه ب تبقى هي المركبه، لو عكس اتجاه ب تبقى المركبه سالب طولها. يعني في مشكله؟ كده كده احنا لا هنجيب موجب ولا سالب، لان نوع الزاويه هو اللي بيحدد اشاره المركبه او الاشاره بتاعتنا. يعني لو الزاويه حاده يبقى موجب، لو الزاويه منفرجه زي هناك ببقى في الاتجاه الايه؟ السالب. فده هيساوي، مش انت عايز طول الحته دي؟ هات طولها كده. مش الضلع ده مجاور في المثلث القائم مجاور لسيتا؟ لو المثلث قائم بجيب الضلع المجاور للزاويه ازاي؟ بضرب الوتر في جتا الزاويه. بضرب الوتر في مين؟ في جتا الزاويه. الوتر هنا هو مين؟ طوله يا عيال انتوا، معيار الف في جتا الزاويه، بس كده. دي اسمها مركبه الف في اتجاه الايه؟ الب. لو كانت سيتا حاده هتطلع المركبه موجبه، يعني في اتجاه ب. لو سيتا منفرجه هتطلع المركبه سالبه، يعني انا حللت عكس اتجاه ب. في مشاكل؟ كلام جميل. ده القانون اللي بيجيب المركبه. ببساطه شديده جدا عشان اجيب مركبه متجه في اتجاه الثاني، بقول الاتي: بضرب معيار الاول في جتا الزاويه اللي ما بينهم، بس كده. طب هل ممكن يبقى في قانون او شكل تاني للقانون؟ ايوه، مش احنا من شويه جبنا جتا سيتا دي كان ليها قانون؟ مش جتا الزاويه دي بتساوي ضربهم القياسي على معيار الاول في معيار التاني؟ مش دلوقتي ده هيطير؟
ما انا شلت جاتا سيتا وعوضت عنها، يبقى اصبح عندي عشان اجيب مركبه بصمك بقى الف في اتجاه ب، اقول معيار الاول في جاتا الزاويه اللي ما بينهم، او اقول ضربهم القياسي على معيار التاني بس. ده هو ده، لان ده مستنتج من ده اصلا. حسب السؤال بطبق المناسب فيه. في اي مشكله؟ كلام جميل. تعال نشوف مثال. عايز مركبه ج في اتجاه ب د، اجيبها ازاي؟ معيار الاول اللي هو ج في جتا الزاويه اللي ما بينهم اللي هم مين؟ ج وب د، او اقول ضربهم القياسي على معيار التاني اللي هو هنا ب د. يلا